السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده يا جماعة معانا جهاز فريش، خلاط فريش، عايزين نعرف فيه ايه. اول حاجة ما عندنا السيريال بتاعتنا بنجربه عليها، نشغل كده ما اشتغلش ولا السيريال نورت. طبعا هفكه، بسم الله الرحمن الرحيم، اهو هو مفكوك يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، اول حاجة يا جماعة بدل مش شغال عايزين نتأكد من الباور، وصل له باور ولا لا. طبعا احنا هنشتغل دلوقتي بالبازر بالافوميتر. طبعا انا شغلي بحب اشتغل بالسيريال، بس ايه هنغير ونشتغل المره دي بالافوميتر. زي في الافوميتر كده الطرفين بتوعه على وضع البازر بيدينا صفار، عايزين نعرف ده وصل لها كهرباء ولا لا. احنا ممكن نقيس الكهرباء 220 او نشتغل كده في الامان بالبازر، اهو كده شغاله. كده كهرباء واصله ومية مية. طبعا بعد كده هندخل نقيس نشوف البوبينة الاول، البوبينة يا جماعة تملي بنقيسها عن طريق في طرفين داخلين كده على البوبينة، اللي هما دي الطرف ده للسلك اهو، والطرف التاني اهو، دولك اللي هما بيتركبوا بالشربون اللي بيوصل الكهرباء للبوبينة الداخلية للخلاط. طبعا هنقيسها برضو بالبزر لانها برضو مقاومتها مش عالية قوي يعني. اهو يا جماعة قاس اهو حوالي 803 اوم اهو، شايفين كده يا جماعة اهو 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 862 اوم كده، ماشي كده. كده البوبينة سليمة. احنا عايزين نتأكد بقى من المخدات، في مخدات اهي بطرف ليها طرفين، ادي اهو جاي من البوبينة او جاي من الشربون داخل على طرف من اطراف المخدة، والطرف التاني للمخدة اهو دوك واصل له الباور، واصل له طرف من اطراف الباور. طبعا احنا هنختبرها ونشوفها. بص يا جماعة ما قاسيتش حاجة، في مخدة تاني بايظة، المخدة دي بايظة او فاصلة. طيب نشوف المخدة التانية، المخدة التانية اهي طبعا داخل لها طرفين بتوع السرعات زي ما احنا شايفين اهو، الاحمر والابيض اهم، وخارجها خارج المخدة دي رايح للايه للشربون عشان يغذي البوبينة. فاحنا كده نيجي نقيس برضو بالبزر، نحط على طرف البوبينة اهو، ونحط الطرف التاني على الاطراف اللي هي الحمراء والبيضة اللي هي داخلة على المخدات. سليمة، الحمراء سليمة، تانية يا جماعة سليمة، يبقى العطل كله يا جماعة في المخدة دي. شايفين المخدة دي اهي بيشتغل، لو اشتغلت لو في مخدة اشتغلت والتانية لا بيقف الجهاز زي ما احنا شايفين كده. طبعا بخبرتي انا عارف ان هنا الداخل دي في مقاومة او في فيوز يمنع ان ايه ان البوبينة تبوظ او تتحرق، زي فيوز كده بس فيوز داخلي ومتركب اهو. بص يا جماعة حتى الزهر اهو، بص يا جماعة ده اهو اهو، شايفين دي هي البيضة دي، هي ده الفيوز اللي هنغيره وان شاء الله هيشتغل الخلاط ده وتتوصل المخدة. زي ما شايفين يا جماعة اهي خلعت المقاومة ديك، دي حوالي 5 امبير يعني، زي يعني تعتبر فيوز 5 امبير 250 فولت. طبعا
انا قلت قبل كده قريتها، انا جبت العدسه وقريتها اتاكدت، وخصوصا ان دي صغيره، في انواع لو موتور كبير بتبقى الامبير بتاع دي بيزيد، فبيزيد حجم دي. فطبعا شلناها وهنقيس تاني المخدات يا جماعه، نقيس المخدات دي اللي هم اللي هي ايه السلك دوت، ليها خارج الطرفين، الطرفين بتوعها اهو، واحد جاي من الشربون وده الطرف التاني اهو، تمام كده كده اشتغل كده يا جماعه. لو احنا وصلنا الطرف ده وصلنا له كهربا هيشتغل وهيبقى مية مية. هو يا جماعة بتاع الكهرباء ده معزز. هو يا جماعة لو وصلنا الطرفين دولك، دولك مدخل الكهرباء اهو، ولو وصلناه للبوبينة كده اهو هيشتغل بإذن الله. اهو يا جماعة كده، طبعا احنا ممكن نشغلها كده بس لو يعني الامان اكتر لو احنا ركبنا المقاومة الفيوزية ديت، علشان لا قدر الله حصل حمل على الموتور، الموتور ما يتحرقش. طبعا الطريقة اللي انا بعملها دي مش صح، بس الطريقة الصح ان انا اغير الفيوز برضو بفيوز تاني. انا كده وصلت وهجرب قبل ما اقفل اهو يا جماعة اهو، عشان ما اطولش الفيديو وابقى اقفله انا بعدين، بس هجربه لكم اهو. بسم الله اهو يا جماعه، شايفين اهو بصوا، بس طبعا كده مشغلها على السيريال اهو كده اشتغل والحمد لله. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.